السلام عليكم ميناسين كونيشوا، مرحبا بكم في قناة حياتي في اليابان. فيديو النهاردة هو روتين يومي وهعمل السوفلي بانكيك الياباني. أتمنى ان الفيديو يعجبكم. ايه يا ماما، يلا ايه كده، ايه ايه أمير في الفيديو ده كان عمره حوالي 9 شهور. أمير مزاجه مش تمام خالص، فقلت إن أنا أخرج بيه شوية جايز مزاجه تعدل. حاضر. رحنا محل الميتين اشتري حاجات بسيطة كده كنت عايزاها. بعد كده رحنا الحديقة نتمشى شوية. ですか。葉っぱもいませんし、マンキーもいませんね。 المفروض ان الشمس طالعه، وكنت متوقعه او متخيله يعني ان الجو بره هيكون دافئ عن كده بكتير، لكن للاسف الجو والرياح فيه جامده قوي وبرد جدا جدا. فاخدنا لفه في الحديقه، يعني مش اتاخرنا ولا حاجه، يعني مش كتير، لان بجد حسينا بالبرد قوي. حسيت ان بدل ما انا اخرجه مثلا عشان امشيه وكده وعدل مزاجه، لا حاسه ان انا بعاقبه. وبرده خفت عليه من البرد، فرجعنا البيت بسرعه. حبيبي بقالي تقريبا 6 سنين شارية اللعب دي اللي هو بوسن ده، وأول مرة أخد بالي إن ده من اللبس بتاعهم، يعني مكنتش واخدة بالي منهم خالص أول مرة أخد بالي. فده بقى كده خلاص، مع السلامة. حط مكانهم الاثنين دول، حطيت مكانهم ايه اسمها، ايه، كوكينشان ودوكينشان، اسولي جزرة.
جزرة. لعبة جزرة. اشتري دور المحل السريع ده اللي هو ماسك فاشنبل. اسم الله حبيبي اسم الله. اوه شياكة شياكة موضة موضة. اوه شياكة 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 شياكة. ده اللي هو حاضر يا حبيبي. ايه ده بس حاضر لا بأس به. هو حلاوته ان هو بيحمي من التعود وكده، عشان اتعورت امبارح لهون كان دايما من ساعتها من غسيل وكده، وطبعا عشان البرد والسقعه فالجلد يعني وكده ما اتشقش. العشرة العجينة دي عبارة عن 2.5 كوباية دقيق وكوباية مية دافية على على حليب، و2 معلقتين سكر كبار، 1/2 معلقة خميرة، وتاني ومعلقتين كبار زيت وبيضة. خلطتهم. واللي هو العجينة بتبقى لزجة شوية، ما بتبقاش اللي هي يعني اللي هي متماسكة قوي. وبعد كده سيبتها تخمر. انا حطيتها في التلاجة عشان الوقت كان عدى عليه زي كده. واو شوف لزجة ازاي، لزجة خالص. هي الطريقة دي انا شفتها في النت وعجبتني، بس هما بيضيفوا بقى اللي هو مثلا فلفل احمر فلفل اخضر اصفر اي حاجة من الحاجات دي، زيت ومخلل، تضيف اي حاجة انت عايزينها جبنة وكده يعني. فانا هضيف اللي عندي هنا اللي هو المطحون الكابوريا، هقطعه مكعبات صغيرة وهضيفه. هنخلط كويس. كبيرة أوي يا خبر. شفشتها كويس. اسمع مرة انا جربت الاول في كيس مطبخ، ولكن للاسف فشل زي ما شفتم كده، لان الفتحه اللي انا فتحتها بتوسع وبتطلع منها العجينه، لان كيس المطبخ ده بيبقى مش معمول للاستخدام ده اصلا، وبيكون رقيق فبيتقطع بسرعه او بيتفاد بسرعه. فاستخدمت كيس الحلوان البلاستيك ده، يعني بيكون اقوى منه شويه، والافضل نشكل قطع صغيره عشان تستوي كويس من جوه ومش تتحرق من الوش. حبيب ماما حبيبي هاي صحكاته. واو واي فان.
حبيبي ناني ماشي حبيبي ماشي حبيبي شكرا حبيبي ايه ده يا مالك اللي رميت الجاكيت جاكيت شاطر يا كريم اتصل علي هناك كيوت كده ホットソース。ホットチーズ、全然ホットじゃないだけどね。そうだね。ホットチーズ。あ、いいじゃん。あれ、パンの味。よし。どうしたの?ん?なんすぐ出るかな。うん。おいしい、クリスピーね。クリスピー?猫は毛に決まってるよね。うん。美味しい。うん。うん。おじゃんさつも美味しいね。美味しい?大丈夫?おじゃんさつも美味しい。うん。うん。おみょみょみょ。あんまみょみょ。うん。わはぶや。トゥファ。いや、みょみょ。ハビブエリブもおいなげ。おいしい?お、よかった。ピッツァパン。ピッツァパン。ね。ピッツァパン。はい。サクサクね。うん。周りサクサク、中ふわふわみたいな感じかな。そうね。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。おいしい。うん。いいね。ウソさん、ちょっとおいしいだよ。どっちもおいしいよ。うん。هعمل البانكيك الياباني. انا عملت كمية لأولاد وكده وحتى ما كملتش اللي هو الكمية كلها وبرضك ما كملتش تصوير المرة دي علشان امير كان مزاجه بجد وحش خالص فمش قدرت ان اكمل التصوير ساعتها. هقول لكم على الطريقة والمقادير. عملتها لينا الصبح تاني يوم انا وشون. المقادير هي تقريبا اللي عملتها الفردين بتبقى بيضتين 3 معالق دقيق معلقتين حليب رشة ملح رشة فانيليا ورشة بيكنج باودر ومعلقتين سكر. بفصل الصفار عن البياض بحط على الصفار اللي هو اللبن فانيليا ودقيق بيكنج باودر والملح وبقلبهم مع بعض عادي. اما بياض البيض بحط عليه اللي هو ربع معلقة صغيرة من الليمون او الخل علشان هو سهل على تكوين الميرينج بيخليه يتسرع بسرعة او يتكون بسرعة لكن برضك ممكن نعمله من غير عادي خالص. بضيف اللي هو السكر على 3 مراحل. اول ما بتدي رغوة كده بضيف اول مرحلة او مثلا اول حبة بعد شوية بقوم ضافة بقى اللي هو اي حبة بعد كده الحبة كده يعني. Yeah.
لحد ما يوصل لقوام متماسك للمارينج. بتأكد ان هو وصل لقوام متماسك ازاي، بيبقى الشكل ثابت وما يقعش من اللي هو الوعاء اللي انا بعمل فيه. بضيف شوية من المارينج على صفار وبخلط بالراحة لحد ما يتمزجوا مع بعض كويس. من الافضل انا بحط بعد كده كمية اللي هو الصفار ده كلها على اللي هو المارينج، وبقعد اقلب كده باللي هو بالراحة لحد ما كلهم يمتزجوا مع بعض. بس بخلي بالي ان انا مش اقلب كتير علشان القوام مش عايزاه ان هو يسيح مثلا او ان هو يبقى سايل شوية، عايزاه زي ما هو كده منفوش. حاضر حاضر حاضر، معلش. في طاسة مسحتها كده بالزيت وبحط كمية من الخليط ورشة مية وغطي دقيقتين كده لكل وجه تقريبا، او مثلا لحد ما الوش الاقيه ينشف معايا او مقلب على الوش التاني وهكذا. النار بتكون هادية. لو عايزين القوام بيكون اعلى من كده يبقى بنزود العجينة شوية، بس انا قلت هعمل 4 بانكيك في مقاسهم، يعني بالمقاس اللي انتوا شايفينه كده، 2 ليا و2 لشون. بالله كمان استخدمتها هديا. ونص بيس. في غالب الكمية اللي استخدمتها دي او اللي هو البطين دول بيعملوا 3 من البانكيك، بس بيكون مرتفع شوية عن كده، فانا قلت ان انا هعملهم 4، يعني مثلا منخفضين شوية بس 4 عشان 2 ليا و2 لجون. بزين البانكيك مثلا بالسكر البودرة او مثلا لو الميبل سيرب ولي الزبدة، او انما انا حبيت استخدم اللي هو الكريم مع الفواكه واللي هو سيرب الشوكولاتة. بجد الشكل وطعمه رائع جدا. على فكرة البانكيك بالطريقة دي غالي قوي، ممكن يوصل للطلب الواحد بس الفرد الواحد، يعني مثلا 100 دولار اقل شوية اكتر شوية حاجة زي كده. لكن عملته بالطريقة دي، وده على فكرة اول مرة اعمل فيها اللي هو السفلي بانكيك، وطلع معايا بالشكل والقوام ده بجد جميل جدا، وهتشوفه ورانا دلوقتي. سوفل بانكيك. سوفل بانكيك ياباني؟ ياباني سوفل بانكيك. لا مصري. لا مصري. دوكوから切ろうかな؟ なんか切れないな. شونا. فروم باك. باك. ما دمو. فرونت وانا كلوكس. めっちゃうまい。 美味しい。いや、もちろん。あの、このパンケーキとフルでパン。普通のパンケーキ。うん、あの、これはソフトパンケーキね。うん。あなたはあの、このパンケーキ、アメリカン。アメリカン。アメリカンの甘くないからね。日本の、日本のパンケーキね、普通のあの、ホットケーキとか。うん。あとの、あなたはあの、フラッツ、あとパパじゃない。 こっちの方がやわらかくてふわふわふわふわふわふわだね。うん。いいね。美味しいね。うん。ありがとうございます。